على باليش سوف انا شريتها في جيتيا اونلاين، كيبورد تاع ذهب ميزة. ماشي هذا 50 دولار. ايه بس هادو الحوايج هادو التافهين هادو تلقاهم غاليين، اكزاجيريت بزاف 1000 دولار بس معليش. شو العملة تاع عملة تاع يغرطة، هذاك يغرطة وهذاك تاع الرومان تاع بكري باينة. لا واثقة من نفسيها مش الوايت جولد ما على باليش البريتا. نقول واحد علاه الالماس على بالك البري تاعو. ماريلين ماريلين الميلاد غالي غالي ديال الميلاد، يكون واحد واحد 500000 دولار. اوه ماريلين قال لك سوبر ستار واحد مليون دولار. وات ذا فاك مان 150000 دولار للسرير يرقد في الارض. هذا ترقد في الارض وما ترقدش عليه. الميل يكون يدير واحد 10 30 دولار برميل. وات ذا فاك برميل يدير 1000 برميل. نعم يطايشوا عندنا البراميل. رجعنا للعملات، العملات هذوك. واتساب لك رجعنا فيديو جديد كما راكم تشوفوا. اليوم عندنا تحدي جديد. دونك عندنا اللعبه هذه، اللعبه هذه يعطيك منتجات والمنتج هذا تحاول تحذر سعرها بالدولار هكذا. موفمنت درام، موفمنت درام 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 معناها نورمالمون طبل دربوكا. ايوه دربوكا. ايش حال في بالك؟ من 800 دولار حتى 1200 دولار. الدربوكا فارس. بوكا صغيرة ليسونسيال 1500. دير 800، دير 800. 800 دولار، أنا نقول 300 دولار. ديروا 300. Let's see. واو. بلغنا، تسرعنا، تسرعنا. 150 دولار، شحال عندنا بالدراهم تاعنا؟ 1 مليون وقريب 200. ريزونابل، بري ريزونابل، هكاك دير. يعني المنتوج الثاني عندنا جي فورس ار تي اكس كارت جرافيك. انا نقول دير واحد واحد 1000 دولار هكاك. 1200 1200 انا نقول 1000 1300 سو يس جبناها ابي بري ابي بري واحد 20 مليون يدور تما في 30 في 25 مليون 30 مليون يدور طياره ابرير ليغاسي ابرير ليغاسي 500. شحال تكون دير هذه طائره خاصه باينه تكون تكون راه نلعبوا في الملايين ما على باليش. شوف انا شريتها في جيتيا اونلاين دوك نقول لك شحال تدير في جيتيا. دير 2 ملايين و500. انا نقول 3. انت تقول 3. ليتس شيك ليتس سي دوك نشوفوا. وات ذا فاك جيتيا ماشي كيما الحقيقه. كون جات 2 ملايين كون شريتها. هي الجولد كيبورد. واو كيبورد تاع ذهب. شوف الكيبورد اللي عندي انا، كيبورد تاع البلاتينيوم. اوكي انا عندي تليفون تاع الماس. كيبورد تاع ذهب، ذهب غالي. شحال يدير الجرام بالذهب؟ انا عارف 25 ولا شحال يكون يدير واحد واحد 10000 دولار. واش تقول انت؟ راح تكون 55000. 55000 100000. و 10000 اكون غير جبتها قبيل شغل سوري. سوري تاعي خير منها. انا نقول 50 دولار ما تفوتش. على حسب الديزاين وكذا راح تكون قريب 1000 وحاجه 1200. 150. انا اللي جبت سكور ماشي هذا. اوريجينال اوستريش بيلو. اوستريش اوستريش شغل استراليا، مخده استراليه. شحال دير المخده هذه الاستراليه؟ انا نقول دير واحد ابي بري 50 دولار. ايه بس هادو الحوايج هادو التافهين هادو تلقاهم غاليين. نقول واحد 1000 دولار اكزاجيريت بزاف 1000 دولار بس معليش. استراليا ماشي ايه استراليين. ايه هذه اوستريش هذه حاجه عندها علاقه بشغل بناك بناك. المهم بالرقبه الرقبه. دونك اوريجينال اوريجينال هذه يزيد لها في البريك فاهم. اوريجينال تسمى تكون واحد 5000 5000 دولار هكاك هكاك. انا راح ندور كاش راح تكون كاش فاك. شحال دير عم بالك؟ 40 دولار قلت لك الدرجه هذيك 40 دولار لارج ديت شغل عملة تاع عملة تاع يغرطة هذاك يغرطة وهذاك تاع الرومان تاع بكري باينة. لا واثقة من نفسيها مش هذه تتباع هذه تتباع كقطعة أثرية. أيوة
اثريه بالبري تاع الذهب، زيد لها بري تاع الذهب اثريه وزيد لها البري تاع الذهب تكون واحد مليون دولار. تكون 10,000. ما تكون بزاف. صح ما تكونش مليون دولار. شت اللي يكونوا مليون دولار اللي تكون كشرص كش تخربيش هكا رسمة فنية هكا تخربيش. أنا نقول 15 هكا. ماتسي واو مليون و 351,000 دولار. هذه باينة تاع كش مالك هكا. بانت عملات الفضية برك. الفضية برك كانوا يدير كش 14-15 حتى 200-300 دولار. كيف هذه وصلت مليون؟ هذه بالك قطعة أثرية فارس شو في عندها معنى سيمبل. It's a symbol. شو عندها دلالة هكا ثقافية ولا ما تكونش قطعة عادية ممكن ايه كونكش وسام هكا ولا حاجة تاع الملوك ولا هكا خاتم وايت جولد 40K. واو الذهب الأبيض والديامون من ديامون كاريت برك اسمها ماشي غالية بزاف. الوايت جولد معنا على بالي شو البري تاعو نقول واحد علاه الألماس على بالك شو البري تاعو. You serious؟ تقول دير نقول لك يدير كاش 1000 كاش 800-850 متأكد؟ دير لها 1000 متأكد يا أسطى متأكد يا أسطى هاي باينة بلي غالية. أنا نقول واحد 50,000 دولار 850. واو عندك الحق 1500 مش غالية بزاف. ديامون ديامو ب 40 مليون الغامبيون لا ما لا يقولوا ديامو غالي ولا مش غالي. 40 مليون تجيب خاتم تاع ديامو عادي. اوكي تكنيك لامبورغيني شغل ليغو العاب ليغو هذوك ليغو شغل العاب تركيب لعبه واش هكاك 379 دولار. مكبرات صوت الجي بي ال غالي شويه الجي بي ال يكون واحد 120 دولار. واو جبتها بعد جبتها قياس واحد المغنية هكا تاع شغل اوبيرا مشهورة بكري داروا عليها فيلم تشبه فيها ما على باليش مانيش متأكد 100% ما نعرفش تعرف كنت ندراها بكري كنت ندراها مونيكا بيلوتشي هذه ماريلين غنى عليها سولكينغ واحد غناية ماريلين ماريلين زي العيد الميلاد هذاك شغل زي عيد الميلاد غالي غالي زي الميلاد يكون واحد واحد 500,000 دولار. اوه ماريلين قال لك سوبر ستار واحد مليون دولار. مليون و 300 دولار مليون و 500 دولار مليون و 300 دولار راح نسقف 4 ملايين و 800,000 دولار هكاك وما قربناش بالبري لوريجي. ماريلين ماريلين دوريتوس كون واحد 5 دولار قلت لك جبتها 4 دولار سرير سرير حشيوها لكم بمسط في فيديو سوا سرير يكون واحد 10,000 دولار 8,000 دولار انا نقول وات ذا فاك مان 150,000 دولار للسريره يرقد في الارض ومن هذا ترقد في الارض وما ترقدش عليه. الاسم تاع بريتش اير ويز فيرست كلاس تيكت شغل الدرجه الاولى للطيران البريطاني من واحد 1000 دولار 1500 يا ودي لا فينال لا فينال تاع الشامبيونز ليغ تكون واحد 5,000 دولار ولا دولار وات ذا فاك مان 14,000 دولار جيونت درام اوف دبليو دي 40 هذا درام برميل 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 تاع برميل برك ما فيه والو تبلي فارق برميل عملاق برميل يكون يدير واحد 30 دولار برميل وات ذا فاك برميل يدير 1000 برميل نعم يطايشوا عندنا البراميل رجعنا للعملات العملات هذوك شغل مشكل بالك بروف ساينت جولد دبل ايجل كوين اولا تاع ذهب ثانيا راهي شغل راهي اثريه فاهم تباع في المتحف هذه نبيعها لهم في المتحف تكون من مليون وطلع تشوف حاجه اثريه من مليون وطلع من 2 ملايين وطلع نقول 2 ملايين و500 نقول 2 ملايين يس جبنا شويه سكور عالي 2 ملايين و900 هذو القطع الاثريه الله فهمت على فيديو
بدناش سيت هذا، سيت فاشل. بيكس كيوب بمليون وخمسمائة دولار يعطيك ديب بريكس وما كانش منها خلاص، و سيت فاشل جدا جدا.